يؤدي هؤلاء المشاركون التمارين هذه في كل صباح، محاولين نبض غبار الضغوط الناجمة عن الحرب الدائرة في بلادهم منذ سنوات. في هذا المنتزه الواقع بصنعاء يجتمع المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين الستينيات والسبعينيات بشكل يومي لأداء تمارين اللياقة البدنية الخفيفة التي اختارها المهندس المتقاعد ناجي أبو حاتم، وهو من بدأ هذه الحركة التي أطلق عليها اسم أحسن فريق. لأننا بنلتقي مع زملائي حول اللي يجمعنا الهدف الواحد وهو الرياضة، وخارج الحديقة وخارج هذه الساعة كلها كرب، فبننتظر لهذه الساعة الصباحية لأنها بعيدة من كل الهموم، بعيدة من كل الأخبار المحزنة. لا يدفع أي مقابل لجلسات التمارين المقامة، كما لا يشترط الالتزام بزي محدد، كون الفكرة الأساسية له هي التشجيع على المشاركة على نطاق واسع. يحاول المشاركون هنا الوصول إلى شعور الإطمئنان بعيداً عن الهموم والأخبار الحزينة. هذا الرياضة وهذا المشي وتنزيل الوزن يعني أعاد لي حياتي وصحتي، وأتمنى أن يعمم هذا كله، وأيضاً تركت القات يعني إلى جانب الرياضة. إلى جانب المحاولة في الابتعاد عن ضغوطات الحرب والحياة التي أصبحت صعبة بالنسبة للكثيرين، اعتبر البعض هذه الخطوة هدفاً إلى نشر مفهوم الرياضة للجميع. كانت البداية متواضعة، لكن أشعر بأن كثير من الناس الذين تابعوا تجربة أحسن فريق شعروا بأن هناك شيء ينقصهم، فاتجهوا إلى هذه الحديقة الجميلة، ثم أخذ الموضوع يتزايد بشكل ملفت حتى زاد العدد، وبدأ أحسن فريق بفتح فروع له في أماكن أخرى. وأدت الحرب في اليمن إلى انقسام البلاد وتعطيل أنظمة الرعاية الصحية وسقوط الملايين في براثن الفقر، وبات من الضروري على اليمنيين مقاومة حالة الضغط النفسي الناجمة عن العيش في ظل الصراع.